مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد أعزائي طلاب الصف الحادي عشر أرحب بكم أجمل ترحيب في المراجعة النهائية لاختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني فأهلا وسهلا بكم. كما تعلمون أعزائي الطلاب هناك مواصفات محددة لاختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني تتمثل في المحاور المعروفة لديكم وهي الحفظ والقراءة وأيضا لدينا القضايا الأدبية وأيضا لدينا الكلمة والجملة ونص نثري داخلي وأيضا نص خارجي وبعد ذلك الكتاب نبدأ بالحفظ أنت مطالب عزيزي الطالب بحفظ ثمانية أبيات من قصيدة فتح عمورية وفي الاختبار يطلب منك كتابة بيتين قد تكون من بداية القصيدة وقد تكون من وسط القصيده او اخر الابيات المطلوب حفظها وهذه امثله ثم بعد ذلك ننتقل الى القضايا الادبيه واول سؤال لدينا هنا هو من اول خليفه للمسلمين في العصر العباسي هل هو المعتصم بالله المستكفي بالله هارون الرشيد او العباسي السفاح والإجابة الصحيحة هي أبو العباس السفاح السؤال الثاني من كان آخر الخلفاء المسلمين في العصر العباسي؟ هل هو المعتصم بالله المستعصم بالله هارون الرشيد أبو العباس السفاح؟ هو المستعصم بالله نتابع عن القضايا الأدبية من هو العالم الذي برع في علم العروض والنحو في العصر العباسي هل هو الجاحظ الأصمعي القاضي ابو يوسف الخليل بن احمد الفراهيدي والاجابه هي الخليل بن احمد الفراهيدي والسؤال الذي يليه تعلمون ان هناك تغييرات جذريه حدثت في جميع جوانب الحياه ومنها الحياه السياسيه والاجتماعيه والفكريه والادبيه فما ابرز التغييرات السياسيه التي شهدها العصر العباسي هل هي تطور حركه الترجمه ام نقل عاصمه الخلافه من دمشق الى بغداد ام استخدام الورق وبدايه نسخ الكتب ام الحركه الدينيه وانتشار روح التسامح والاجابه الصحيحه هي نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد أيضا ما أبرز التغييرات الاجتماعية التي شهدها العصر العباسي هل هو تطور حركة الترجمة أم نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد أم استخدام الورق أم الحركة الدينية وانتشار روح التسامح والإجابة الصحيحة هي الحركة الدينية وانتشار روح التسامح بالإضافة إلى ظهور طبقات اجتماعية وأيضا وضع المرأة الاجتماعي. السؤال الذي يليه ما أبرز عوامل ازدهار الحركة الفكرية في العصر العباسي؟ هل هو تطور حركة الترجمة أم نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد ظهور الطبقات الاجتماعية الحركة الدينية والإجابة الصحيحة؟ بالاضافه الى نبوغ عدد من العلماء واستخدام الورق في ذلك العصر كانت الاجابه الصحيحيه تطور حركه الترجمه من اللغات الاخرى الى اللغه العربيه السؤال الذي يليه اي مما يلي من الاغراض الشعريه الجديده في العصر العباسي والتي ظهرت خاصه في العصر العباسي هل هو شعر الملح أم شعر الوصف؟ أم شعر الحكمة؟ أم شعر الطرديات؟ في النهاية هو شعر الطرديات. السؤال الذي يليه، أي من الشعراء العباسيين يمثل الاتجاه الذي يميل أصحابه إلى قوة اللفظ وجزالته؟ هل هو أبو العتاهية، مسلم بن الوليد، بشار بن برد، الشريف الرضي؟ الإجابة الصحيحة هو مسلم ابن الوليد وأيضا أبو تمام السؤال الذي يليه من أبرز قضايا النقد في العصر العباسي قضية السرقات الشعرية والسؤال هنا هو عدد عوامل ظهور قضية السرقات الشعرية في العصر العباسي والإجابة العامل الأول هو التعصب والعامل الثاني هو الخلاف بين المحدثين والمحافظين. السؤال الذي يليه اذكر أبرز المؤرخين الذين ظهروا في العصر العباسي أي بمعنى برعوا في علم التاريخ وهم الطبري واليعقوبي. السؤال الذي يليه من خلال دراستك لخطاب سمو الأمير أجب عن الأسئلة الآتية: لدينا فقرة من درس خطاب سمو الامير تقول هذه الفقره وعلى المستوى الوطني فان دوله قطر في ضوء رؤيتها 2030 قد اتخذت العديد من الاجراءات لتطوير التقنيات المراعيه لتغير المناخ وتبني الطاقه النظيفه والاستخدام الامثل من اجل التقليل من فقدان المياه المحلاه والتشجيع على اعاده تدوير المياه واعاده استخدامها وتحسين جوده الهواء السؤال الأول ما الظاهرة التي يناقشها نص خطاب سمو الأمير؟ هل هي تغير المناخ، تصحر الأراضي، الجفاف، تلوث البحار؟ والإجابة الصحيحة هي تغير المناخ. السؤال الثاني أي من الجمل التالية تحتوي أسلوب توكيد؟ الجملة الأولى تبنت دولة قطر الطاقة النظيفة التي تتمثل في طاقة الرياح وطاقة الشمس. ثانياً، قد اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ. ثالثاً، كيف يتم إعادة تدوير المياه وتحسين جودة الهواء؟ رابعاً، شارك في المؤتمر خبراء دوليون لوضع توصيات عديدة. والإجابة الصحيحة هي: "قد اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ" السؤال الذي يليه، لقد اطلعت دولة قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، ما نوع الأسلوب اللغوي في الجملة السابقة؟ هل هو أسلوب أمر؟ أسلوب تعجب؟ أسلوب استفهام؟ أم؟ أسلوب توكيد والإجابة الصحيحة هو أسلوب توكيد وما يدل على أنه أسلوب توكيد هو بدء الجملة بقد أو لقد ننتقل إلى النص الشعري الخارجي اقرأ قصيدة يعاتبني في الدين قومي للشاعر المقنع الكندي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه يقول الشاعر يعاتبني في الدين قومي وانما ديوني في اشياء تكسبهم حمدا الم ير قومي كيف اوسر مره واعسر حتى تبلغ العسره الجهدا وان الذي بيني وبين بني ابي وبين بني عمي لمختلف جدا اراهم الى نصري بطاء وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. ما هي الأسئلة على هذه الأبيات؟ قال الشاعر: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا بما يختلف الشاعر عن بني عمه حسب ما ورد في الأبيات. هو دائما يسارع إلى نصرهم ويحفظهم في غيابهم. السؤال الذي يليه، اذكر مصدرا من مصادر الموسيقى الداخلية في النص السابق، مصدر الموسيقى الداخلية هنا المحسنات البديعية والتكرار. قال الشاعر: "فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا". ما نوع الكناية فيما تحته خط في البيت السابق؟ هي كناية عن صفة والمقصود بها الغيبة. السؤال الذي يليه قال شاعر آخر: عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فرجامها. ما نوع الكناية فيما تحته خط في البيت السابق؟ كناية عن صفة وهي الوحشة. نأتي إلى الكلمة والجملة أجب عن الأسئلة التالية: أولاً أي الجمل الآتية تحتوي تمييزاً ملفوظاً؟ وأنتم تعلمون أن التمييز الملفوظ هو ما كان تمييزاً لعدد أو لمساحة أو لوزن أو لكي، والجملة الصحيحة هي "اشتريت صاعاً قمحاً" السؤال الذي يليه: أي الجمل الآتية تحتوي اسم فاعل لفعل ثلاثي ودائما اسم الفاعل من الفعل الثلاثي يصاغ على وزن فاعل والإجابة الصحيحة هي "ما خاب طالب العلم أبدا" السؤال الرابع عشر أي الجمل الآتية تحتوي أداة شرط لغير العاقل وأداة الشرط لغير العاقل؟ هي ما إذا الإجابة الصحيحة ما تقدم من خير تجده عند الله أي الجمل الآتية تحتوي أداة شرط للعاقل أن يفعل الخير لا يعدم جوازيه ما تقدم من خير تجده عند الله كيفما تعامل آباءك يعاملك أبناؤك متى تنوي الخير ييسره الله لك والأداة التي تستخدم للعاقل هي من والإجابة الصحيحة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه السؤال الذي يليه أي الجمل الآتية تحتوي أداة شرط ظرفية زمانية وأداة الشرط الظرفية الزمنية هي متى إذا الإجابة الصحيحة متى تنوي الخير ييسره الله السؤال الخامس عشر أي الجمل الآتية تحتوي تمييزا يجوز نصبه وجره بمن طابت طابت الدوحة هواء وازدان القمر نورا أنا أكثر منك ذكاء لله درك فارسا شجاعا والإجابة الصحيحة هي لله درك فارسا شجاعا وهي من صياغ التعجب السؤال الذي يليه كان يوسف عليه السلام فائق الجمال بين سبب منع ما تحته خط من الصرف في الجملة السابقة يوسف ومعظم أسماء الأنبياء من الأعلام الأعجمية إذا سبب المنع لأنه علم أعجمي السؤال الذي يليه قبيلة مضرة إحدى القبائل العربية العريقة بين سبب منع ما تحته خط من الصرف في الجملة السابقة مضر هو علم على وزن فُعل، إذن لأنه علم على وزن فُعل، من أول خليفة للمسلمين في العصر العباسي؟ هل هو المعتصم بالله المستكفي بالله هارون الرشيد أو العباس السفاح؟ والإجابة الصحيحة هي أبو العباس السفاح السؤال الثاني من كان آخر الخلفاء المسلمين في العصر العباسي؟ هل هو المعتصم بالله، المستعصم بالله، هارون الرشيد أبو العباس السفاح؟ هو المستعصم بالله؟ نتابع عن القضايا الأدبية، من هو العالم الذي برع في علم العروض والنحو؟ في العصر العباسي هل هو الجاحظ الأصمعي القاضي أبو يوسف الخليل بن أحمد الفراهيدي والإجابة هي الخليل بن أحمد الفراهيدي والسؤال الذي يليه تعلمون أن هناك تغييرات جذرية حدثت في جميع جوانب الحياة ومنها الحياة السياسية والاجتماعية والفكريه والادبيه فما ابرز التغييرات السياسيه التي شهدها العصر العباسي هل هي تطور حركه الترجمه ام نقل عاصمه الخلافه من دمشق الى بغداد ام استخدام الورق وبدايه نسخ الكتب ام الحركه الدينيه وانتشار روح التسامح والاجابه الصحيحه هي نقل عاصمه الخلافه من دمشق الى بغداد أيضاً ما أبرز التغييرات الاجتماعية التي شهدها العصر العباسي؟ هل هو تطور حركة الترجمة أم نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد؟ أم استخدام الورق؟ أم الحركة الدينية وانتشار روح التسامح؟ والإجابة الصحيحة هي الحركة الدينية وانتشار روح التسامح بالإضافة إلى ظهور طبقات اجتماعية وأيضاً وضع المرأة الاجتماعي. السؤال الذي يليه: ما أبرز عوامل ازدهار الحركة الفكرية في العصر العباسي؟ هل هو تطور حركة الترجمة أم نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد، ظهور الطبقات الاجتماعية، الحركة الدينية، والإجابة الصحيحة؟ بالإضافة إلى نبوغ عدد من العلماء، واستخدام الورق في ذلك العصر؟ كانت الاجابه الصحيحيه تطور حركه الترجمه من اللغات الاخرى الى اللغه العربيه السؤال الذي يليه اي مما يلي من الاغراض الشعريه الجديده في العصر العباسي والتي ظهرت خاصه في العصر العباسي هل هو شعر المدح ام شعر الوصف ام شعر الحكمه ام شعر الطرديات في النهاية هو شعر الطرديات، السؤال الذي يليه أي من الشعراء العباسيين يمثل الاتجاه الذي يميل أصحابه إلى قوة اللفظ وجزالته؟ هل هو أبو العتاهية، مسلم بن الوليد، بشار بن برد، الشريف الرضي؟ الإجابة الصحيحة هو مسلم بن الوليد وأيضا أبو تمام. السؤال الذي يليه من أبرز قضايا النقد في العصر العباسي قضية السرقات الشعرية والسؤال هنا هو عدد عوامل ظهور قضية السرقات الشعرية في العصر العباسي والإجابة العامل الأول هو التعصب والعامل الثاني هو الخلاف بين المحدثين والمحافظين السؤال الذي يليه اذكر أبرز المؤرخين الذين ظهروا في العصر العباسي، أي بمعنى برعوا في علم التاريخ، وهم الطبري واليعقوبي. السؤال الذي يليه: من خلال دراستك لخطاب سمو الأمير، أجب عن الأسئلة الآتية: لدينا فقرة من درس خطاب سمو الأمير، تقول هذه الفقرة: وعلى المستوى الوطني فإن دولة قطر في ضوء رؤيتها 2030 قد اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل من أجل التقليل من فقدان المياه المحلة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها وتحسين جودة الهواء السؤال الأول ما الظاهره التي يناقشها نص خطاب سمو الامير هل هي تغير المناخ تصحر الاراضي الجفاف تلوث البحار والاجابه الصحيحه هي تغير المناخ السؤال الثاني اي من الجمل التاليه تحتوي اسلوب توكيد الجمله الاولى تبنت دولة قطر الطاقة النظيفة التي تتمثل في طاقة الرياح وطاقة الشمس. ثانيا، قد اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ. ثالثا، كيف يتم إعادة تدوير المياه وتحسين جودة الهواء؟ رابعا، شارك في المؤتمر خبراء دوليون لوضع توصيات عديدة. والاجابه الصحيحه هي قد اتخذت العديد من الاجراءات لتطوير التقنيات المراعيه لتغير المناخ السؤال الذي يليه لقد اطلعت دوله قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي ما نوع الاسلوب اللغوي في الجمله السابقه هل هو اسلوب امر اسلوب تعجب اسلوب استفهام ام أسلوب توكيد والإجابة الصحيحة هو أسلوب توكيد وما يدل على أنه أسلوب توكيد هو بدء الجملة بقد أو لقد ننتقل إلى النص الشعري الخارجي اقرأ قصيدة يعاتبني في الدين قومي للشاعر المقنع الكندي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه يقول الشاعر يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا ألم ير قومي كيف أوسر مرة وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهدا وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا أراهم إلى نصري بطاء وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. ما هي الأسئلة على هذه الأبيات؟ قال الشاعر: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا بما يختلف الشاعر عن بني عمه حسب ما ورد في الأبيات. هو دائما يسارع إلى نصرهم ويحفظهم في غيابهم. السؤال الذي يليه، اذكر مصدرا من مصادر الموسيقى الداخلية في النص السابق، مصدر الموسيقى الداخلية هنا المحسنات البديعية والتكرار. قال الشاعر: "فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا" ما نوع الكناية فيما تحته خط في البيت السابق؟ هي كناية عن صفة والمقصود بها الغيبة السؤال الذي يليه قال شاعر آخر: عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فرجامها ما نوع الكناية فيما تحته خط في البيت السابق؟ كناية عن صفة وهي الوحشة نأتي إلى الكلمة والجملة أجب عن الأسئلة التالية: أولاً أي الجمل الآتية تحتوي تمييزاً ملفوظاً؟ وأنتم تعلمون أن التمييز الملفوظ هو ما كان تمييزاً لعدد أو لمساحة أو لوزن أو لكيل والجملة الصحيحة هي "اشتريت صاعاً قمحاً" السؤال الذي يليه: أي الجمل الآتية تحتوي اسم فاعل لفعل ثلاثي؟ ودائما اسم الفاعل من الفعل الثلاثي يصاغ على وزن فاعل والإجابة الصحيحة هي "ما خاب طالب العلم أبدا" السؤال الرابع عشر أي الجمل الآتية تحتوي أداة شرط لغير العاقل؟ وأداة الشرط لغير العاقل؟ هي ما إذا الإجابة الصحيحة ما تقدم من خير تجده عند الله أي الجمل الآتية تحتوي أداة شرط للعاقل أن يفعل الخير لا يعدم جوازيه ما تقدم من خير تجده عند الله كيفما تعامل آباءك يعاملك أبناؤك متى تنوي الخير ييسره الله لك والأداة التي تستخدم للعاقل هي من والإجابة الصحيحة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه السؤال الذي يليه أي الجمل الآتية تحتوي أداة شرط ظرفية زمانية وأداة الشرط الظرفية الزمنية هي متى إذا الإجابة الصحيحة متى تنوي الخير ييسره الله السؤال الخامس عشر أي الجمل الآتية تحتوي تمييزا يجوز نصبه وجره بمن طابت طابت الدوحة هواء وازدان القمر نورا أنا أكثر منك ذكاء لله درك فارسا شجاعا والإجابة الصحيحة هي لله درك فارسا شجاعا وهي من صياغ التعجب السؤال الذي يليه كان يوسف عليه السلام فائق الجمال بين سبب منع ما تحته خط من الصرف في الجملة السابقة يوسف ومعظم أسماء الأنبياء من الأعلام الأعجمية إذا سبب المنع لأنه علم أعجمي السؤال الذي يليه قبيلة مضرة إحدى القبائل العربية العريقة بين سبب منع ما تحته خط من الصرف في الجمله السابقه مضر هو علم على وزن فعل اذن لانه علم على وزن فعل ننتقل الان الى الكتابه وكيف يمكن ان نكتب مقالا تفسيريا مميزا اولا المقال التفسيري هو مقال يهدف فيه الكاتب الى تفسير ظاهره او قضيه ما تفسيرًا يتطلب تعريفها ووصفها وبيان أسبابها ونتائجها المترتبة عليها بهدف التوضيح وإزالة الغموض دون دفع القارئ أو إجباره على تقبل وجهة نظر معينة. ما عناصر المقال التفسيري؟ أولًا، المقدمة، وفيها يتم توصيف الظاهرة بشكل موجز وبيان أنها قد انتشرت في المجتمع، وأيضًا بيان خطورة هذه الظاهرة أو أو فائدتها على حسب نوع الموضوع، وقد تنتهي بسؤال عن أسباب الظاهرة المطلوب تفسيرها. ثانيًا العرض، ويتم فيه سرد الأسباب والتفسيرات التي أدت إلى حدوث هذه الظاهرة، والنتائج المترتبة عليها، مع إبراز الأدلة التي تظهر صحتها أخيرا الخاتمة وتضم خلاصة وتأكيدا لمضمون النص وأهم ما ورد فيه مع إبداء رأي الطالب من خلال تقديم المقترحات لعلاج الظاهرة إن كانت سلبية أو تحسينها واستمرارها إن كانت إيجابية وأنت عزيزي الطالب مطالب بكتابة موضوع عن إحدى الظواهر بما يعادل خمسة عشر سطرا عليك مراعاة علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة وخلو الموضوع من الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من مراجعة اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني إلى أن نلتقي بكم في موعد جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مجمع الاندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهويه وطنيه وقيم اسلاميه